اهلا وسهلا بكم في صبر يار. يظهر لي يا جماعه بعد ما قصوا علينا الضوء وقصوا علينا الماء قريب شو قصوا علينا الانترنت. والله يظهر لي الفورفيم تاع الجمهوريه التونسيه عدوا فيه. ما اسمع مازالوا 200 ميجا نكملوهم ديكا ديكا مع بعضنا يا جماعه. لا لانه ثم امكانيه باش يحجبوا وسائل التواصل الاجتماعي في تونس راه. ولذا اقراوا حسابكم انتوا ربي والحمام ممكن ياسر الميسنجر باش يقف. عمار 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 قال لك عبى البلان 404 ومتك ياكل في الجيلات. ما قيس سعيد استدعى وزير التكنولوجيا الاتصال القصري عيط له قال له مش معقوله مش معقول راه التسايب اللي صاير في السوشيال ميديا يا وزير الانترنت. مش معقول راه توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر اخبار زائفه وبث الاشاعات وهك الاعراض الى جانب قالوا رواه قال هذا على جنب الى جانب القذف والثلب اللذين صار يطالان عدد من المسؤولين داخل اجهزه الدوله بهدف شنو قالوا حسب رايك بهدف الارباك وادخال الريبه والشك في اي جهه رسميه واي مسؤول. وينك قالوا وينك وينك وقت اللي سلبك لاني وينك وينك ها قالوا الوزير قالوا شنو نعم سيد الرئيس والله مول الفيسبوك ما من الوطنيين الصادقين نتاع امريكا الغاديك مش من الوطنيين الصادقين نتاع تونس كل واحد يضرب على ضربوه عاد الوزير قال له وزير افهم افهم المنصات لم تعد شبكه تواصل اجتماعي يا ولدي قال له بل تحولت الى ادوات تلجا اليها الدوائر معروفه راهو في الداخل وفي الخارج لضرب الامن التونسي. تشبيك قالوا شبيك ترى هدره كبيره هذا برك نفهم في الامور قالوا شوف قالوا وزير الانترنت انت مو عندك الفلس نتاع الانترنت هكا في تونس وكذا مو عندك الكلافيي اخويا اثبت حمل مسؤوليتك الفانا ما عندك الفانا خويا دبر راسك سوق وكادر ولا لي في الانترنت اخويا انت ماك تفهم لها في الكوابل والريزويت والامبريمونت لازير وذوك موك الموندو اخويا شوف لنا فازا كي بالكلافي نتاعك وكونترول ال تشيف تاك واعمل لك تسويب هكا ونظف لنا اخويا المنصات قد يخممك الوزير هكا وخايف هو اللي تجي في راسه البيعه شبيك راه شبيك وقال له اسمع اش قول لك سيد الرئيس كنت هبط مرسوم انت من غادي الغادي تمنع فيه الانترنت ما كنت خويا مول المول خويا هبط مرسوم انت منا وانا نجبد عليهم الكابل مهني راه كيف راه قال جوست كابل ونجبد توقف الانترنت في تونس كامل هي ما قال له يا وزير قال له مرسوم باش يسمع به الشعب يلزمني نهبطوا ديجا على الانترنت يعني ما عملنا شيء لهنا انا خويا وانا بدي ما نتخاطب مع الشعب راه كان عبر الانترنت راسي ليش عدنا نتعامل مع الاعلام خويا ولا قدر الله وزيد تو جماعه حريات يحلوا معايا وليوا البروكسي وقربله ولا جانب تفرج خويا اسمع قالوا انا نحب الانترنت موجود اما ما فيها كانوا وطنيين الصادقين وشرفاء وحلك الوزير باقي اسمع اش قال لك سيد الرئيس كان الفيسبوك نردوه بالفلوس زينا من بوبلوش يقول سيد الرئيس كل واحد يستعمل فيسبوك يخلص في القباضه معلوم السوشيال ميديا كي وتو نقنوه نحن الحكايه ونعملوا تعريف هذاك الاستاتيوب قداش والبرتاج قداش والرياكت قداش وقت اخويا تو يقل استعمال والدوله زاد دخل شويه فلوس تيلا قال له وزير قال له كي ما وقت عاد كمول الفيسبوك والميتا يولي عاد يقول لك اعطيني باي اخويا نتاعي حانوتي وكذا وترسيني مخلصينه بالدوفيز ونحن بتبعت اخويا حلين في العمر الصعب بيه قال له اش قولك سيد الرئيس كان الفيسبوك والانستغرام نعملوا فيه كراس شروط هكا ويردوا بالرخصه في تونس ولا بالكاستينغ اي بالكاستينغ اللي يحب يحل كونت فيسبوك ولا انستغرام يا خويا يصب مطلب يا خويا ويجيب نسخه كي بطاقه تعريف ومضمون بي 3 شهاده اقامه ونحن نعملوا لجنه بعد لجنه فرز وندرسوا الملفات تولي بالباتيندا وحتى سيدي لو فرضنا نعيطوه هكا نعطيوه باتيندا ومن بعد يمشي يبلبز ويهبط الثلب والاشاعات سكروا له حنوت هي قال له يا وزير وكيل عباد كي تعمل ديكونت على السوشيال ميديا من غير رخصه باش تفيقوا بها ما احنا ما هو حال اللاعب من غادي هو كمارك زوكنبرغ لا قال له سيد الرئيس لهنا يجي الدور الرقابي للدوله مالا قال له راه قاعدين نحسب كل شيء شنو نعملوا قال له يا وزير قال له نعملوا شرطه خاصه للسوشيال ميديا سيد الرئيس كيما فرقه الشرطه البلديه هذيك نعملوا فرقه الاو اس بي لمكافحه الانترنت اه زيدي او يعني اونيتي اس يعني سوشيال ميديا قالوا البي بي قالوا بطاقه تعريف مثلا اه سيدي ويدوروا صار الرئيس يراقبوا الانترنت يوقفك واحد من العوانه كي بدات متعديه كما السلام خويا يقول لك فرقه اليو اس بي معك تك تك على جنب تك ترمي ورقه اوراق الفيسبوك عندك كونت فيسبوك ما انت اي عندي سود العون الرخصه اوراق الكونت من فضلك ترى خلينا نشوف شي هذا اه شي مهبط الستاتيو هذا يسقط الانقلاب اه تاب يا كمي انت مع نجيب الشابي زاد آه فان انت بنجيب الشابي لا لا سيد العون نتبع في الاخبار نتاع السياسه برا نتبع في الاخبار عند نجيب الشابي وماكش ابوني في صفحه الرياسه هبط راه ما تباصفت هنا وانت يا مدام اش عندك اش عندك انا عندي انستغرام خويا انستغرام اوراق الكونت يا عايشك اوراق الكونت خش 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 يو اس بي واحد كتوست مماتها بن عمار انستغرام اي عديها على العالميه بربي زميل تفضل اقعد اقعد مدام مرتاح كيفاش اه او عندك زوز بوستات ماهمش خالصين يا مدام وبلوك يا بلوك يا ولد المعتمد على خاطر حط لك اللول في تصويرتك في الكوكو بيتش اه اسمع باش نبيتوا لك الكونت في 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 الفورير يا مدام ولا كتحب تخلص توا على الطاسه 5 جيجا على الطاسه ايش يا معلم غادي وين مسرسب انت كاك وين
ش عندك انت؟ ش عندك فيسبوك ولا انستغرام؟ لا لا عندي تويتر. انت علاه تويتر خويا؟ عايش في امريكا. لحظه ما تحركش. خش خش خش. يو اس بي واحد، يو اس بي واحد. بربي زميل التويتر هذا بالرخصه ولا كراس شروط؟ ها اي ترى ترى وريني الموقع نتاعك، وريني يا معلم على التويتر، وريني. او سب او سب في جبهه الخلاص ومهبط بيانات الرئاسه كلها. اه واضح واضح، واصل واصل خويا، ربي معاك. ربي معاك. عمار هبطت يسخن في الكاتسونكات يا جماعه، وكان سخنت الكاتسونكات مشينا في ربايط الصباطي، رغم اللي بيناتنا السوشيال ميديا ولات مصب نتاع من هب ودب، داخلين للزو من غير كارت ريزو، عملوها لحظر وحلوا فيها البر بر، هبطوا علينا هر هر، كبس كبس زر زر، لين عملوا القهر. وتوا كي تليعوا جماعه القصر يحبوا يدوروها لنا سر سر. اما اش قالوا الناس بكري يرحمهم في خصوص الانتقال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات؟ اللي معمل على الكلافيه في الغصره يقرا حساب تفركيح السوري في الحصره، وانا هاني صابر برا.